للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من مدريد منذر ماخوس المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات. أستاذ ماخوس أهلا بك. يعني السؤال ماذا تتوقع الآن؟ أن نعرف أن الائتلاف يريد مزيد من الضربات وهو مرحب بهذه الضربة الأمريكية، لكن ماذا تتوقع؟ يجب أن يكون، وهذا ما نريده فعلا كل أطياف المعارضة السورية، أن يكون أن تكون المبادرة الأمريكية الجديدة وقد طال انتظارها. كما نعرف اليوم الشرق الأوسط برمته وخاصة في ساحتيه الأساسيتين وهي سوريا والعراق يقع تحت هيمنة لمشروع إيراني شامل غير وجه المنطقة، ولا يزال يهدد الأمن والاستقرار في مجمل الشرق الأوسط بما وخاصة في دول الخليج. الروس كما نعرف، إذا كان نحن نتكلم بشكل خاص اليوم عن سوريا، الروس كما نعرف هم قوة محتلة في سوريا، وهناك الإيرانيون أيضا. إذا نحن أمام ثاني قوة عظمى في العالم على الصعيد الدولي، وواحدة من أهم القوى الإقليمية بقوتها العسكرية والسياسية والاقتصادية أيضا. إذا هذين البلدين الذين سمحوا لنفسهم منذ سنوات أن يدخلوا إلى سوريا وأن يقوموا بحماية نظام مجرم بكل المقاييس، لا ندخل بالتفاصيل، يكفي فقط الإشارة إلى استعمال الأسلحة الكيميائية في أكثر من 10 محطات. كان أهمها طبعا محطة 2013 عندما استهدفت الغوطة الشرقية واليوم خان شيخون. إذن هذا النظام الذي يحظى بكل هذا الدعم، واليوم يطرح السيد بوتين مشروعية العمل الأمريكي. كيف يمكن قبول التدخل الغير مسبوق بقوة عظمى مثل روسيا ويكون هذا شرعي، بينما يكون تدخل الولايات المتحدة والتي قام السيد ترامب بغسل بعض الإشكاليات التي تولدت في المنطقة بدءا من سنة 2003. نعم. هو مشروع بامتياز، والمشروعية هذا التدخل لا تحدده قرار في مجلس الأمن، لأن مجلس الأمن كما نعرف اليوم هو عبارة عن مؤسسة معطلة مشلولة. نعم. مصابة بكومة حقيقية ولا أحد يستطيع أن يفعل شيء طبعا. نعم. لكن أستاذ ماخوس، نعم، لكن كثيرين يعتقدون بأن هذه الضربة هي ضربة محدودة جاءت للرد على الهجوم الكيميائي السوري الأخير على إدلب. حتى إن البنتاغون نفسه أو حتى الخارجية الأمريكية لم تتحدث عن تصعيد أو ضربات لاحقة تابعة لهذه الضربة. في عمل من هذا النوع من الطبيعي أن يجري على مراحل أو أن تكون هناك عمليات اختبار. بالتأكيد هذه ما حدث ليلة البارحة هو رسالة أولى، وبالتأكيد سوف يتم التعاطي مع ردود الفعل، أولا ردود الفعل الروسية بالدرجة الأولى وردود فعل المجتمع الدولي. كما لاحظنا خلال الساعات الماضية بدءا من بدء الضربة هناك شبه إجماع على الصعيد الدولي بالنقل الموافقة والتعاطي الإيجابي مع ما حدث اليوم. إذن على الصعيد الدولي هناك شرعية مطلقة. مرة أخرى أريد أن أعود، قرار مجلس أمن لا يشكل شرعية إلا من ناحية الشكلية، ضمن نظام منظومة الأمم المتحدة بوضع الحالي. إذن لابد بالحقيقة بالنهاية حتى لا تبقى المؤسسة الدولية عالة على العالم أن يتم إعادة النظر في نظام الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن. هناك اليوم حوالي 15 بلد مهم جدا وذو قوة اقتصادية وسياسية مهمة، ومن هناك اليابان، هناك ألمانيا. ما هو الفرق بين بعض الدول الموجودة في مجلس وبين اليابان وبين ألمانيا؟ هناك أيضا دول أخرى مهمة مثل البرازيل، مثل الهند، مثل المملكة العربية السعودية، مثل تركيا، وأستطيع أن أعدد 10-15 بلد. يجب أن يكون لهم مقعد في مجلس الأمن، ويجب تغيير ميثاق مجلس الأمن بحيث لا تكون هناك الفيتو من عضو واحد من الأعضاء الدائمين، يجب أن تكون على أساس ثلثين من مجموع الأعضاء عندما. نعم. لكن أستاذ ماخوس بهذا المنطق، يعني بهذا المنطق اسمح لي أن يعني أنا أسألك السؤال بصورة عكسية، لماذا أنتم مثلا هنا ترفضون التدخل الروسي في سوريا؟ لأن وتقولون أنه خارج الشرعية الدولية. مجرم لأنه يدعم نظام غير شرعي، فقد مشروعيته عندما يقوم بعد ما حدث في سوريا. هل هناك شخص يشك في أن هذا النظام فقد مشروعيته منذ فترة طويلة؟ عندما أنا لا أريد أن أدخل في الأرقام الإحصائية، عدد القتلى والجرحى والمعطوبين والشعب المهجر، وبعدها يستعمل الأسلحة الكيميائية ضد شعبي. هذه حالة غير معقولة
وينكرها ونكرت روسيا أيضا. لكن الوقائع هناك اليوم بهذا العصر هناك رصد ممكن عن طريق الرادارات والأقمار الصناعية، رصدوا أن هذه الطائرات قامت فعلا من المطار الذي قصفه اليوم الأمريكيون، وهم هناك وقائع دامغة على أنه تم استعمال الأسلحة الكيميائية بواسطة صاروخ حامل لهذه الأسلحة، وليس كما قال الروس هم قصفوا على مستودعات تحوي أسلحة كيميائية. هذا عملية كاذبة. إذن هنا سقطت المشروعية عن كل شيء، وبالتالي أصبح العمل الأمريكي مبرر بامتياز. مرة أخرى أقول إذا كان الآخرون يملكون الحق، إذا كانوا جاءوا بدعوة من النظام السوري هل هو نظام شرعي يملك؟ ونحن معارضة أيضا نملك شرعية أكثر من هذا النظام باعتراف المجتمع الدولي وبمستوى تمثيلا للشعب السوري، أيضا نستطيع أن نقوم بنفس العملية. إذن هنا المعيار هو موقف مجمل المجتمع الدولي بغض النظر عن الآليات وعن ميثاق الأمم المتحدة الذي أصبح قد تجاوزه الزمن، وهو نتاج الحرب الباردة التي مرت عدة مراحل منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى اليوم. إذن هذه هي المعايير، وبالتالي بالتأكيد المعارضة تريد أن تتم هناك عمليات لاحقة بشكل يتغير موازين القوى على الأرض. نحن لا نريد أن يتم تدمير سوريا، بالعكس هذا بلدنا ونحن نأسف على كل خسارة لهذا البلد، لأن النظام هذا ليس ملك النظام، هذه المطارات التي تضرب ليس ملك النظام بشار أسد، ولكن ليست أمامنا ولا أمام المجتمع الدولي حلول أخرى. نعم. على مدى طيب. أكثر من 6 سنوات لم يستطيع أحد إقناعه. نريد تغيير موازين القوى بشكل أن يتم تفعيل العملية السياسية. النظام السوري لم يقبل ولن يقبل على الإطلاق بإحداث عملية انتقال سياسي، وهو قرار. طيب هنا السؤال أستاذ ماخوس، هنا السؤال، كيف تتوقع رد فعل النظام السوري وحليفه الروسي على هذا التحرك، على هذه الضربة؟ رد فعل النظام بالمناسبة ليس له أي أهمية على الإطلاق ضمن موازين القوى الموجودة على الساحة الدولية، بما في ذلك القوى التي تدخلت وهي الولايات المتحدة وروسيا. لكن رد الفعل الروسي نعم، هذا هو سؤال كبير، وباعتقادي أيضا هذا يخرق على سؤالك الأساسي، ماذا سيحدث بعد، وهل ستكون هناك إجراءات لاحقة؟ اليوم منذ البارحة بالمناسبة نحن نعرف كان هناك مشروع قرار أمريكي فرنسي بريطاني في مجلس الأمن، طبعا رفضه الروس وكانوا سوف يستعملون الفيتو. قدم الروس مشروع آخر مقابل غير مقبول على الإطلاق، يترك كل الفرص للنظام السوري للالتفاف والهروب من المسؤولية الشنيعة التي قام بها. 10 دول غير الأعضاء قدموا مشروع ثالث. اليوم الأمور تدور في هذا الإطار السياسي، إن نتج شيء فليكن كذلك، إن لم ينتج وإن كان الروس يصرون على أن يقوموا باستمرار حماية النظام السوري بما يزعزع استقرار المنطقة ويترك سوريا في مهب الريح، بالتأكيد سوف تكون هناك خطوات لاحقة. قد تكون كما هو معروف هناك مناطق آمنة، مناطق ممنوعة الطيران سوف تكون مشروعة، ولكن على ما يبدو الأمريكيون يحاولون الفرص الممكنة وتجنب تصعيد الأمور بشكل يهدد العلاقات بين العرق والعظمى. نعم، أشكرك شكرا جزيلا منذر ماخوس عضو الهيئة العليا للإتلاف السوري، كنت معنا من باريس.